السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إبراهيم البحري لاعب خميس مامرة، إبراهيم البحراوي لاعب سابق أو لاعب سابق الأولمبيك أسفي، والآن كيلعب في صفوف سريع وكزم. محاولة والهدف، الهدف لفريق خميس مامرة من خلال كرة مرتدة من خط وسط الميدان. إذن فريق نهضة مامرة يفتتح حصة التسجيل، وسنتابع الإعادة لهذه المحاولة الأخيرة. إذن فريق نهضة مامرة يسجل الهدف الأول. نشاهد إبراهيم البحري كان وراء التمرير، ولكن قبل كان التمرير أخرى كان تمويه، ويسجل لاعب نهضة مامرة. إذن كان هناك تمويه وانهزام دفاع فريق نهضة مامرة. شاهدوا إبراهيم البحري هيأ الكرة بشكل جيد ومحاولة التمويه، ولكن كانت ناجحة، ويتمكن فريق نهضة مامرة من تسجيل الهدف الأول بواسطة اللاعب أتشباو عبدو ودخول أزود. كرة علي إبراهيم البحري خطيرة جدا، هدف رائع، هدف رائع لإبراهيم البحري، هدف رائع لإبراهيم البحري، وبالتالي هدف يمكن أقول بأنه جميل جدا، وبالتالي هدف رائع تتوقف معه حيلة الحارس محمد عقيد. هدف من الصعب أن يصد، هدف من الصعب أن يصد. سنتابع الأعداء، تمريرة كانت ممتازة من سعد الأمتي بالصدر يحصر الكرة، وكما يقال ويقول إخواننا المشارقة على الطائر، يعني كرة من الصعب كما قلت في وضع الحارس الحالي، قولوا في وضع الحارس الحالي عقيد من الصعب عليه، خصوصا كان بأنه متقدم، وبالتالي كانت تسديدة قوية في الزاوية البعيدة عن الحارس. والهدف الذي يعطي التقدم